شهدت الدبلوماسية الجزائرية منذ مجيء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تحولة كبيرة في ظل التغيرات الحاسمة التي يشهدها العالم واشتداد التنافس الدولي، وهذا مع الحفاظ على المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية. تجلت هذه الديناميكية التي أطلقها رئيس الجمهورية في مختلف زيارات الدولة التي قام بها ومشاركته في المحافل الدولية والقمم. زيارات تاريخية قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لمختلف البلدان، زيارات دولة تصدرت فيها الجزائر عناوين النشرات وارتسمت فيها معالم دبلوماسية اقتصادية جديدة، علاقة تمتد لعقود من الزمن ومواقف تاريخية جمعت الجزائر وإيطاليا، لتكون زيارة الرئيس إلى روما تأكيدا على التقارب الاقتصادي خصوصا في مجال الطاقة، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات أبرزها ربط الجزائر بإيطاليا عبر أنبوب جديد للغاز وكابل للكهرباء. الجزائر مبنية أساسا على الثقة مع أصدقائها وعلى الكلمة الواحدة والموحدة التي لا تتغير. من ناحية الطاقة احنا ملتزمين ان كل ما تريده ايطاليا فنحن مستعدون. زيارة تاريخية اخرى لرئيس الجمهورية كانت الوجهة الى بكين، بلغ فيها مستوى التعاون ارقى المراتب، وتوجت بالتوقيع على 19 اتفاقية تشمل مجالات مختلفة. فخامة الرئيس، إن زيارتنا لبلدكم الصديق تأتي بعد أشهر قليلة من التوقيع نهاية السنة الماضية على خطط هامة تؤطر تعاون ثنائي وتعكس مدى الحرص على تعميق علاقاتنا الثنائية التاريخية. كما كشف رئيس الجمهورية عن استثمار الصين 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائر. وفي زيارة رئيس الجمهورية إلى تركيا تم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات التي من شأنها تسريع وتيرة التعاون بين البلدين. أنا متفق معه تماما بأننا سنرفع السقف الاستثمار حتى نصل إلى إن شاء الله 10 ملايير دولار وما فوق، لماذا لا؟ كان لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محطات عربية عديدة حرص فيها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. استقبال أظهر قوة العلاقات التي تربط الجزائر بقطر والتزام البلدين بتطوير التعاون والحرص المشترك والمتواصل على دعمه. رئيس الجمهورية منذ اعتلائه كرسي الرئاسة أعلن عن استراتيجيته التي كان عليه أن ينفذها، وجعل في أولوية الأولويات الدبلوماسية والاقتصاد، علما أن الجزائر كانت بحاجة ماسة إلى إعادة تطوير وبناء اقتصاد قوي ذو منطلقات خارج الاقتصاد الريعي، وثانيا بناء إعادة بناء أو تموقع الجزائر من الناحية السياسية على المستوى العالمي. لذلك كانت هذه الخرجات من أجل إعادة التموقع أولا و بناء شراكات استراتيجية عميقة، وهذا ما تجلى جليا لاحقا في العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية التي جمعت الجزائر
مع تلك الدول التي زارها. كان صوت الجزائر صادحا في المحافل الدولية نصرة للقضايا العادلة والشعوب وخدمة للإنسانية والتنمية. خطاب رئيس الجمهورية في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة كان تاريخيا، أبرز مبادئ الجزائر ونصرتها للقضايا العادلة. إن الجزائر التي تعي جدا ثمن انتزاع الحرية لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر، ومن هذا منطلق سعت على الدوام إلى دعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة. رئيس الجمهورية منذ أن جاء على رأس التنفيذية الجزائرية كان صريحا فيما يخص القضايا الأم والجوهرية بالنسبة للدولة الجزائرية، ألا وهما أولا القضيتان الفلسطينية والصحراوية، لكن من خلالهما أبان على أن الجزائر تجهد في المجتمع الدولي على تحقيق احترام القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وربما هذا ما أعدته الجزائر على مستوى الجمعية العامة ومجلس الأمن، والكثير من الدول صفقت وكثيرا والتفت حول العمل الدبلوماسي الجزائري، ليس إلا أنه كسر الطابوهات وفرض ربما على القوى التي بنت التوازنات وأخضعت المجتمع الدولي لقراراتها، وأحيانا أصبحت هذه الفواعل فوق القانون الدولي، أصبحت دول مارقة تفرض القانون الدولي على باقي الدول وتسيره بأهوائها. الجزائر ومن خلال نيلها لعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن كانت صوتا فاضحا للعدوان الصهيوني على فلسطين وممارسات الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا. ونتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية، حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه الأساسي في تقرير المصير. فيما يخص الصحراء الغربية نفس الشيء، أنه الموقف الجزائري لا زال دائما قائما على حق هذا الشعب في تحقيق مصيره، مثل ما كان الحال بالنسبة للدول الأخرى التي ساهمت الجزائر بدورها في مساعدتها إلى الولوج إلى الحياة السياسية العالمية والدولية، وهذا من منطلق احترام حقوق الشعوب، حق تقرير المصير، القانون الدولي، ميثاق هيئة الأمم المتحدة. فلا يمكن لدولة ترافع منذ استقلالها على حق التحرر بالنسبة لجميع دول العالم أن تتخلى على دولة جارة وعلى شعب جار. إفريقيا كانت أحد المحاور الأساسية للدبلوماسية الجزائرية الجديدة، رفع رئيس الجمهورية من أجل دعم التنمية في مختلف البلدان الإفريقية. وفي هذا الصدد قرر رئيس الجمهورية تخصيص مليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية في إفريقيا لتمويل المشاريع الاقتصادية. قررت إنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية، ألدك، ذات بعد إفريقي مؤكد. مهمتها الرئيسة تجسيد رغبتنا في تعزيز الإعانة والمساعدة والتضامن مع دول الجوار على أرض الواقع، لا سيما الدول الشقيقة في الساحل. قمة الغاز في الدوحة كانت موعداً دولياً آخر شارك فيه رئيس الجمهورية، وكانت فرصة أكد فيها على دور الجزائر في تطوير وتثمين الغاز الطبيعي كعامل للتنمية المستدامة. مستمعين
مشاركة رئيس الجمهورية في مختلف المحافل الدولية صنعت الحدث في كل مرة، ولعل مشاركته في قمة مجموعة السبع كانت دليلا على ذلك. مشاركة رئيس الجمهورية في القمة، قمة الكبار، هذا له أكثر من دلالة. أولا، قمة الكبار لا يدخلها ولا يعزم إليها أي كان، فهذا يعني أن الجزائر وصلت إلى المكانة التي جعلت هذه الدول أو هذه المجموعة تنظر إليها كفاعل وليس كمفعول به. وهنا نحن نتحدث عن مناطق النفوذ، بحيث أصبحت للجزائر نفوذ اقتصادي وسياسي ودبلوماسي كما ذكرنا في السابق. أبان أولا على أهمية وجود الجزائر، لكن أيضا على الشخصية السياسية والدبلوماسية للجزائر من خلال كاريزما رئيس الجمهورية الذي فرض، ربما أخذ كل الأضواء في هذه القمة الأخيرة. القمة العربية التي انعقدت في الفتح من نوفمبر 2022 كانت تأكيدا على مبادئ السياسة الخارجية للجزائر، الدفاع عن الشعوب المضطهدة وحقها في تقرير مصيرها من ثوابت الدبلوماسية الجزائرية، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية في قمة الجزائر، على أن القضية الفلسطينية تبقى أم القضايا العادلة، وتم توثيقها في إعلان الجزائر للدخول في مرحلة جديدة قامها الإجماع على رفع الصوت العربي الواحد. أشيد بالآراء القيمة والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها بشأن إطراء مخرجات قمتنا وتأكيد التزامنا المشترك والثابت بالدفاع عن قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 5 سنوات من دبلوماسية متعددة الأبعاد، دبلوماسية جديدة لجزائر جديدة حققت الالتزامات والوعود. كان مهندسها الرئيس عبد المجيد تبون.